احنا بنقول للناس خليكم ايجابيين، لازم تنزلوا تصوتوا، و14 و15 يناير ده حق الكل مصري ينزل يقول رايه. احنا كل اللي بنحاول نعمله ان احنا نقول لهم ان احنا مش بنقول انزلوا صوتوا بنعم علشان مجرد دعايه، بنقول لهم الميزات اللي في الدستور هي ايه، عشان لما نقول لهم انزلوا صوتوا بنعم، انزلوا ادعموا البلد، انزلوا ادعموا خريطة الطريق، انزلوا هم فاهمين وهم مقتنعين وعارفين هم نازلين يقولوا نعم ليه، هم عارفين ان هم نازلين يدعموا البلد ونازلين يثبتوا حقهم في ثورتهم ويقولوا للعالم كله ان دي كانت ثورة شعبية بجد. احنا بندعم الجيش، بندعم القوات المسلحة لان هي ضرورة من ضرورات المرحلة في الوقت الحالي. الفريق عبد الفتاح السيسي موجود في القوات المسلحة أو موجود في الرئاسة، فهو هيظل جزء من هذه المؤسسة. منال أغا، ماذا بعد نعم للدستور؟ هيكون النشاط إيه؟ هنرجع تاني لحملة متطوع للجيش المصري وندعم الجيش؟ طبعا هنرجع تاني لحملة متطوع وهنبتدي نشتغل على تاني خطوة في خريطة الطريق. احنا موجودين لحد ما نوصل ان يبقى عندنا دولة فيها مؤسسات كاملة، دولة ديمقراطية فيها امن وامان واستقرار وفيها مؤسسات، دولة مؤسسية. احنا لسه الطريق قدامنا طويل، لازم يبقى عندنا رئيس ويبقى عندنا مجلس شعب، يبقى فيه امن وامان واستقرار عشان نبتدي نشتغل، عشان نبتدي نرفع مصر ونحطها في المكان اللي هي تستحقه. احنا عندنا من القدرات والمقدرات اللي يخلينا نبقى في مصاف اعظم الدول. عايزين بقى نصحى لنفسنا ونعرف حجمنا ونشتغل عليه علشان نوصل للنتيجة اللي احنا عايزينها. مواصفات رئيس الجمهورية من وجهة نظر حضرتك؟ انا هقولك كلمة واحدة، البلد دي عايزة ولد، عايزة فارس، عايزة عبد الفتاح السيسي. شكرا يا فندم. شكرا.